اليوم اخواني الاعزاء احنا امام معركه حقيقيه مستهدفه نظامنا السياسي، وهذه المعركه اليوم بها صفحات وبها اوجه هاي المعركه. نعم اكو معركه في جبهات القتال مع داعش ويخوضها ابطالنا الشجعان ومقاتلين المضحين سواء من قواتنا المسلحه، من الداخليه، من الحشد الشعبي، من المتطوعين المدنيين في المناطق. وهذه صفحه من صفحات المعركه، هي مو كل المعركة، هناك صفحة أخرى أو وجه آخر. والإعلام اليوم هذه القنوات المغرضة المريضة المدسوسة الأجيرة التي تسلط فقط على السلبيات، تحاول أن تنتقص حتى من جهودكم. يعني من سوون عمل جبار ما يسلطون الضوء عليه. ما حط يعني كانت أكو محاولات ضخمة في صلاح الدين في تكريت، زين جو يحفظوه هذول الشرطة هناك والمنتسبين وضباطنا ومن الحشد الشعبي، وثم راحوا من مكافحة المتفجرات فككوا التفخيخ اللي صار على هذه المحطات المحولات. لو متفجرة كان كذا خسارة هاي ما حد يحكي بيها أصلا الإعلام ولا يسلط عليها. خد تجي المحطات دني ما أريد أسميها حقيقة، لأن يعني بعضها أنا أترفع حتى عن تسميتها. هؤلاء حقيقة يعني مكملين لدور داعش في المعركة، هؤلاء الفضائيات أبد ما يتطرقون. المفروض يروح يسوون فيلم وثائقي على هذا الجهود والتضحية اللي قام بها منتسبينا وضباطنا، ما يسلط الضوء عليها. كلام فقط، وزاراتنا فاسدة، ليش ما تسلطون الضوء على هكذا أعمال فدائية، أعمال تضحية، أعمال مشرفة، وجه المشرق ما كنت تسلط الضوء عليه. فهناك معركة الإعلام، والإعلام مو فقط قنوات فضائية والتواصل الاجتماعي اليوم اللي إلى مساحة واسعة اليوم في تأجيج الوضع وفي الصراع وفي هذه المعركة، وكذلك الإعلاميين والصحف والكذا واسع. طبعا هذا الموضوع اللي هذا يسموه بالسلطة الرابعة لما لها من تأثير. وهناك المعركة السياسية اليوم، هذه التظاهرات اللي شوفوها جزء وبدايتها كان هي المعاناة وتردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء اللي يشكي منها المواطن في أوج الجو الحار، كان درجات الحرارة وأدى إلى تراجع، وإضافة إلى هاي المشاريع المتلكة اللي ذكرتوها، بالتالي أدت إلى تحريك شريحة المتضررة من المجتمع بدأت تتظاهر، وهكذا الكلام عن الفساد والأمور الأخرى. وهناك صفحة والضرب البنى التحتية سواء نفط، كهرباء، مؤسسات الأخرى للدولة، استهداف هناك واضح في هذه المعركة. وهنا يكمن دورنا احنا كوزارة الداخلية شلون نحمي هذه البنى التحتية، سواء الجسور، منشآت الحيوية، الوزارات، مقار الوزارات، الطاقة بالنسبة سواء نفط، كهرباء، مصانع، قد يكون لا زال اكو بعض المصانع او المعامل اللي تنتج نوع من الاشياء اللي هي تهم الدوله. فاذا الصفحه المهمه اليوم ايضا بنى التحتيه، وهنا يجي دوركم كمديريه حمايه الكهرباء من ضمن المديريه العامه لشرطه الطاقه، بالتالي دوركم مهم في انجاح المشاريع مو فقط تامينها. اليوم هاي المشاريع تحدثت عنها، اذا من امنها الحمايه سوف لن ترى النور، بالتالي راح تؤدي إلى انخفاض في الإنتاج، في مشاكل في التوزيع وفي كل التفاصيل. على كل حال ما يدخل التفاصيل، دوركم مهم وأساسي ولا يقل عن اللي رافع بندقية وديقاتل داعش. لا تقللون من شأن المنتسب أو الضابط أو المنتسب لكم اللي يحافظ ويدافع عن ويحمي هذه المنشآت أو يؤدي هاي المهام التسعة اللي تذاكريها. دوركم مهم ويجب الاهتمام به. نعم احنا محتاجين الى تحديد التهديد، دراسة الاهداف ومراجعة لهذا اللي تفضلت به، انه ليكون القضية التقليدية السابقة ناشرين قوة حماية وانتهى الموضوع. لا يحتاج لنا بالفعل وفق هذه اللجنة المشكلية، هذا شيء جيد، يعني تفاجأت انه انتم سابقين في هذا الموضوع. قبل لا نوجه انتم بادين بلجان لإعادة النظر ومراجعة موضوع تحديد الأهداف ومستوى التهديد، وبالتالي الانفتاح ونشر القوة يكون على ضوء هذا الموضوع، عندما نحدد
الأهداف ونوع التهديد اللي يحتاج أنه نأمنه، أو التخريب أحيانا اللي ذكرت أنا هذا كمثال بسيط. هناك أنواع من التخريب، أبراج تنصب ويجون يضربوها، قيموها مرة ثانية يردون يرجعون يضربوها، فيرادنا يعني وضع خطة حقيقة لمنع هذا التهديد ولهذا التخريب، ويكون على ضوء هذا الخطة موضوع انفتاح المديريات والأقسام والمراكز أو أفواج الطوارئ. احتاجنا بصراحة بالإضافة لهذا الموضوع ويجوز التبادين به مادي بس ما اتطرقت له بالإيجاز، موضوع التصريح الأمني والتدقيق الأمني لكل منتسبي هذه المديرية من ضباط ومراتب. احتاجنا لأن أكو اختراقات بالفترة السابقة اللي جايين، المفروض ما نخلي اليوم واحد يحمي منشآت حيوية مثل هكذا مشاريع وهو مخترق، مخترق من داعش، مخترق من الجماعات خارج عن القانون اللي يؤدون إلى شيء اللي صار له. أكو كان قوة تحمي هذه المنشأة اللي قلتوا عليها بهذا المكان، ما كان الآن توزعت هكذا أراضي وصار تجاوز عليها. لو أكو قوة مهنية الدافع عن هذه المشاريع، فرادنا تدقيق أمني وتصاريح أمنية من جديد على الجميع، وإجراءات أمنية احترازية أيضا في هذا الباب. موضوع رفع الكفاءة ورفع مستوى الأداء لدى الضباط والمراتب يجب أن يكون هم يخضع من خلال التدريب الاختصاصي اللي تؤشرتوا إليه، يحتاجنا أكثر مراجعة لهذا الموضوع حتى نرتفع بمستوى الاختصاص والمهنية. اليوم احنا نأكد على موضوع حتى ننهض بالوزارة وأدائها وكفاءة أجهزتها، مفروض نعيد المهنية إلى كل مؤسساتنا وإلى كل أجهزنا وكل دوائرنا وكل الأقسام. المهنية عندما نتحدث عن المهنية، نعم الاختصاص والتدريب والتدرج في الاختصاص، لكن الأهم منه هو أن يلتزم رجل الشرطة والمنتسبين لمديريتكم بأداء الواجب وأدائهم لمهنتهم بعيدا عن الولاءات الحزبية والطائفية والعشائرية وكل هذه المسميات. كل هوية هي محترمة لكن خارج الدائرة، أنا شيعي، أنا سني، أنا ما أدري عشيرة الفلانية، أنا طبعا الانتماء الحزبي ممنوع في الأجهزة الأمنية والولايات الحزبية ممنوع وخط أحمر، وبصراحة أي حالة أكتشفها سأتخذ إجراءات جدا صارمة وعقوبات جدا شديدة تصل إلى مو فقط إلى حال المحكمة، إلى الطرد من سلك الشرطة. واليوم أنا البعض أسمع أنه الفلان والله محسوب على الجهة الفلانية، منتمي إلى الجهة الفلانية، هذه خط أحمر وحاسب عليها بشدة ويطرد. أقول لكم أنا بصراحة ما عندي هاي القضية تهاون بها أو تساهل، يطرد وفق القانون طبعا. أنا ما عندي إجراءاتهم تحسبي، أكو لجان يوم شكلين، لجان تقييم للضباط القادة، لجان تقييم للضباط الأحداث، وده نجي وفق هاي اللجان نقيم في هذه الحالات اللي اليوم أكو يعني خلل في موضوع مهنية بعض المنتسبين بالداخلية سواء كان ضباط أو منتسبين أو مراتب. زين، المهنية اليوم أساس في عملنا، إذا مرجع المهنية إلى أجهزتنا راح نظل عندنا هذا الخلل وهذا التراجع اللي يشوفوه أنه هكذا خرق تصير أمني في مفاصل الدوائر أو الوزارات. والمهنية اللي نأكد عليها هم حتى نرجع هذا المفهوم اليوم وزارة الداخلية يجي يشتغل بيها سواء كان ضابط أو منتسب، هي مو محل عمل وفرصة عمل ورزق تأمين معيشة. نعم هذا من حق المواطن ومن حق من يجي ينتسب أن يأخذ راتبه حقوقه منتين من يأمن متطلبات أسرته معيشته، لكن مو هذا الهدف والغاية. الهدف نرجع إلى القسم اللي أقسمتوه أنت الضباط، ما عندكم قسم؟ وهكذا المنتسب أكو قسم، احنا قسمنا عليه جميعا أن ندافع عن البلد وعن حياض الوطن وعن التهديدات وأن نطبق القانون. هذه المهم اليوم، مو فرصة عمل يجي اليوم. أنا ما أقبل بعد واحد يجي يتعين يقول لي أريد فرصة عمل وعائلتي ومحتاج وكذا. أنا عين واحد اللي يجي شارك في حفظ الأمن، هاي مهمة الوزارة، حفظ الأمن وحفظ النظام العام وحماية المواطن، المواطن والمنشآت والبلد والدولة، هاي مهمة اللي ينتسب إلى الداخلية سواء من الضباط أو المنتسبين والمراتب أو حتى الموظفين. حتى الموظف هو يشارك في خدمة خدمة الدولة. أمر الآخر، نعم إحنا نعمل إن شاء الله على
يعني تطوير المديريات مالتنا والمفاصل الوزارة من أجل أن تكون فيها التقنيات اليوم والأنظمة الحديثة. وهذه المديرية تحتاج حقيقة أنه أن نعوض في النقص أحيانا بالموارد البشرية بالتقنيات، تقنيات المراقبة والكاميرات والمنظومات والدني، المنظومات التحسس اللي ممكن تنشر في دار مدار في طوق الأمني للمنشآت، بدل ما نخلي كل أبراج وحراسات وناس قد يكون على كل تدرون احنا عندنا خلل في التدريب، خلل في الضبط، خلل في هذه الأمور، لكن من تخلي تقنيات وأجهزة هي تساعدك تقلل وتجي تخلي ناس متخصصين متدربين بشكل جيد. موضوع الهيكلية والهاي الأمور تفضلت بها، موضوع الملاك، القياسات في كل الأمور، القياسات حدث عن سواء العديد أو العدة، سواء ما يتعلق بالموارد البشرية، ما يتعلق بالتسليح، التجهيز، العجلات، كل هذه الأمور احنا عندنا مراجعة لها، ولا بأس إذا أنتم تساعدونا في هذه الأمور قبل لا تجيكم اللجان اللي احنا مكلفية بإعادة النظر بهيكلية التنظيمية لكل وضع الوزارة الآن، وموضوع التجهيزات، موضوع كل هذه الأمور عندنا مراجعة لها. وعلى مدى العام القادم إن شاء الله سيكون عندنا تتكامل كل هذه المواضيع من ناحية الهيكلية، لكن لا تكون هم أيضا الأشياء اللي تقدموها إذا تقدمون مقترحات وفق قضايا تقليدية، مفروض تجون تحددون بالضبط ما هي المهام، الأهداف، المهام، على ضوء الأهداف والمهام والتهديد نجي نحدد هيكلية وملاكات وقياسات. أريد شيء علمي مبني على أساس الأهداف والمهام والواجبات والتهديد، أن يكون تجي سواء الهيكلية والقياسات وحتى التسليح. من أنت تطلب مني أحادية نطيني ليش أعطيك أحادية؟ يعني هذا بشكل علمي ومدروس حتى نجي نخصص أحادية ونجي نخصص تسليح في كل ما تحتاجه مديرية الشرطة، أو مثلا الهمرات ذكرتها، هل هو هذا المطلوب أن نعطي همرات حتى نأمن الأجانب لو أكو حلول أخرى؟ هم كون تدرس بشكل علمي مو بشكل يعني ارتجالي وبشكل غير مدروس. فإحنا راح نكمل يعني هذه الدراسات وأنتم مساعدونا في هذا الموضوع حتى نسرع في هذه العملية، ونكمل أيضا بالنسبة إلى موضوع البنى التحتية، موضوع كما قلت لكم بالنسبة للمنظومات، وحتى نفكر احنا نجيب طائرات هم راح نخصصها تساعد في موضوع المراقبة اللي نخليها ضمن يعني بالحركات مال هي راح تكون مديرية طيران الشرطة، لكن تكون ضمن يعني الحركات والاستفادة منها شرطة الطاقة لجزء منها الكهرباء والنقل، ممكن نساعد في الواجبات والحركات. موضوعات اكو عامة يعني بشكل سريع اشير لها، احنا عندنا طبعا موضوع الارض والمقر المديرية ايضا هذا تقدمونا به يعني دراسة جدوى والمقترحات، وين هل نذهب الى بعض المقرات اللي تابعة اليوم لوزارة الداخلية ممكن نخصصها لكم؟ ترى ممكن يعني هاي الان انا من بلديات زرت المقر مع المعسكر الولاء نصه فارغ، مقر الفرقة جزء طنعاني منه، تروحون انتم مكانه مثال مقر الفرقة الولاء ممكن داعي قاعد لي هنا انا مقر الفرقة، فمو بالضرورة راح نجي نشتري قطعة أرض عندنا نصها فارغة وبنايتها كلها فارغة. سيتفيد طبعا مدير الشرطة الكهرباء ما تفيد، هذا شيء آخر، بس قصدي أكو هكذا معسكرات، أماكن، مساحات داخل مجمع الوزارة احنا عندنا مساحات، بس هذا كله يخضع للدراسة وللاقتراحاتكم انه وين هذه المديرية بمهامها وخصائصها وين لازم يكون مكانها، هذا تقترحوه احنا نجي اول نشوف من مواردنا اكل وما اكل من مواردنا نذهب الى الشراء الى الخيارات البديلة. موضوع الترقية انا امر عليه هيك مرور سريع، منذ ان استلمت مهامي بالوزارة طلعت على انه هذا الموضوع بخلل اساسي، اولا خليه مو بشكل مركزي، ماكو شيء اسمه نظام مركزي برنامج باسماء كل الضباط حتى يكون القائمة تطلع بشكل مركزي، ونعم تاخذ اجراءاتها صحيحة انه اكو استمارة تروح للآمر يطلع الرأي توصية كذا، هذه اجراءات ماكو مشكلة، لكن ان تكون هناك نظام مركزي باسماء كل الضباط تطلع قائمة من المستحقين للترقية على اساس المدة الاصغرية ما موجود هذا الشيء، وهذا خلل اساسي لان خالين القضية بيد المدير، وبالتالي اذا نحسن الظن حتى لو بقضية شخصية مزاجية ما يرفع اسمه، فاذا ينظلم الضابط بالطريقة. إذا مريد نقول أكو أمور أخرى وتتدرون بيها شلون يصير كانت الترقية والكلام،
فلهذا أوصيت أنه منذ الجدول اللي لاحقت أنا عليه مع تموز، عفوا مع كانون، اعتبار أنا 2010 استلمت مهمتي بالوزارة، حقت على كانون الأول والثاني، فمشى بنفس السياق السابق أنه استمارات، يعني تجي استمارة الترشيح من القيادات ومن المديريات، وبالتالي نفس الإشكالية، فتحت فرصة للتظلم تشكيلي ما راح إلى استمارة، فرصة قليلة أيام أسبوع ما أدري 10 أيام، اللي لحق الجستيكة كذا، وجدت الشكاوى حدود 800 واحد نظرنا بها لبعضها. طبعا احنا وضعنا ضوابط، أخذنا اعتبار الترهل الموجود اللي تحدث ثاني عنه، موضوع الرتب. بارك الله بيك، السلام عليكم. أهلا سيد العزيز، أهلا بيك. انتوا وين انفتاحكم الان؟ بالنسبه لانفتاح الفوج عندكم فوج طوارئ؟ سيد العفو، احنا مديريه شرطه الكهرباء قسم الشماليه. اي هيكليه القسم تتالف كما يلي سيد، من 6 مراكز لفوج طوارئ كهرباء الشمال، وكمان موضع في الداخل مركز شرطه الكهرباء لينوار، موقع البديل حاليا محطه كهرباء ملا عبد الله الغازيه. اي مركز شرطة كهرباء الموصل، الموقع البديل سيدي حاليا في محطة نقل كهرباء 132 شرق صفوف. 3 مركز شرطة كهرباء بيتي، حاليا الموقع البديل محطة شمال تكليف 132 في داخل محافظة صلاح الدين. انت شنو تقصد موقع بديل هذا؟ يعني سبب سيد العزيز العفو، اكثر المواقع مسيطر عليها افتهم الموقع البديل، اشرح لي الان دول شنو، وين راحوا وش يسوون تكريت؟ سيدي غادي توزعوا بالنسبه لمركز نينوى، راح تعديل سيدي الى محطه كهرباء ملا عبد الله، مركز كرفوك وغربي. زين، هو محطه ملا عبد الله ايش قد بيها منتسبين وضباط قبل يصير تعزيز؟ مو عندهم اكو حمايه كافيه؟ اي نعم سيدي موجود، بس عندنا سيدي تعديل عزز النقاط بهم سيدي. بس اتضفت يعني مال المركز كامل الى هذه او مال المحطة كاملة واللي هي مال نينوى لهم. نعم. هذا شيء زيادة صار. سيد العفو، مركز نينوى عندنا حاليا انفتحت نقاط سيدي بعد تطهير ربيعة، 3 محطات سيدي استلمناها. وين؟ سيدي محطة ربيعة. نعم. ودائرة توزيع ربيعة سيدي. بلي. الفوج الطوارئ، الفوج الطوارئ عندك وين منفتح؟ احكي لي فوج الطوارئ وين منفتح؟ منفتح سيدي فوج الطوارئ حاليا المقر ماله سيدي في سامراء. اي وين بسامراء؟ وين بسامراء؟ في محطة كهرباء سامراء الكهرومائية سيدي. زين. انفتاحها سيدي السرية الرابعة واجباتها سيدي من سيطرة الصدر سيدي مسيطرة الصادق من برج 150 منطقة العوايشي إلى مفرق العودة هاي السرية الرابعة. شنو حمايتها؟ شنو تحمي هاي؟ سيدي على خطوط نقل الطاقة الكهربائية. أها. خطوط 132 وخطوط 400. بشكل شنو؟ دوريات لو بشكل مرابطة شنو؟ على شكل دوريات سيدي مع فرق الصيانة، دوريات سيدي وكمان نطلع على الخطوط. ويرجعون المقر هم باليم الكهربائية. سيدي مقرهم بالكهرمائية. فيرجعون الدوريات بالكهرمائية. بالكهرمائية الدوريات. وبقية السرية الأخرى وين؟ السرية الثالثة سيدي مقرها محطة جنوب تكليف. واجباتها سيدي من سيطرة العوجة إلى قاطع بيدي قرية الملحة حاليا. نعم. حديثة شنو عندك بحديثة؟ تابع لك بالنسبه للسريه الثالثه في حديثه اداريا من الحركاتية تبعت القسم الغربيه سيدي. رجحت حاليا سيدي، عندنا امر بها، قبل كان التامر علينا بس قاطع حديثه، وعندنا قسم جزء من قاطع حديثه سيدي يتبع للسريه الثالثه من معسكر ام المعارك سابقا برج 180 تقريبا في وادي الترام اتجاه محطة تيجي برج